ما هي الطرق التي يتبعها الحرس الثوري لإيصال الأسلحة إلى حلفائه الحوثيين في اليمن؟ كيف استغل فيلق القدس الشحن التجاري لإيصال الحمولة المحظورة؟ ألقوا القبض على سفينة مليانة أسلحة مليانة. من أين تمر الأسلحة حتى تصل إلى معقل الحوثيين في شمال البلاد؟ المهرة هي حتى اليوم ما زالت للأسف الشديد المنفذ الأساسي للتحريم. الحمولة المحظورة، طريق الحرس الثوري إلى اليمن، وثائقي خاص يأتيكم في الأوقات التالية.